إذا السفاح في حضرة السفاح، حفتر في حضرة عبد الفتاح، ومرتزق ليبيا في حضرة سفاح مصر عبد الفتاح السيسي في لقاء أقل ما يوصف به هذا اللقاء أنه لقاء الدم. حفتر واللي قواته واضح جدا إن هي مهزومة في ليبيا ومش قادرة تخش طرابلس، مهزومة على أعتاب طرابلس، جه في زيارة سريعة وغير متوقعة لعبد الفتاح السيسي خلال الساعات اللي فاتت عشان يتم توصيف الوضع بهذا الكاريكاتير. حفتر المهزوم المضروب المصاب في كل حتة في جسدي يتلقى نصايح من السفاح عبد الفتاح السيسي كيف يقتل شعبه، كيف يقوم ببعض المجازر عشان تكتمل الصورة في المنطقة كاملة. هذا هو المشهد كما يراه بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي. مثلث الشر في المنطقة عبد الفتاح السيسي، محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، ورابعهم خليفة حفتر. حفتر الذي يقوم ببعض أو بالكثير من المذابح في ليبيا بدعم مباشر من بن زايد، ولتحقيق مصالح عبد الفتاح السيسي وكذلك لتحقيق أحلام محمد بن سلمان في ليبيا وفي المنطقة. زيارة حفتر لمصر سببت حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين المصريين وكذلك العرب من خلال حفتر أو هاشتاج حفتر هاشتاج السيسي. بعض التعليقات على هذه الزيارة، المقداد عبد الرحمن وجايب صورة كوميدية لعبد الفتاح السيسي هو بيصوب على الجنود الليبيين أو على الشعب الليبي من فوق ظهر حفتر، وبيقول تفسير زيارة حفتر اليوم للسيسي وتفسير تعبير وجهه المنزعجة. تدوينة أيضا تحت نفس الموضوع من وسيلة بتقول الجنرال حفتر والجنرال السيسي وجاري عسكرة المنطقة بامتياز. تدوينة أيضا تحت نفس الموضوع باخدها من نحو الحرية بيقول المهزوم حفتر ذهب للقاء السيسي المعتوه طلبا منه خطة للنجاة، لا نجاة لك يا حفتر، ستسحق بأقدام ثوار ليبيا ولن ينفعك المال السعودي والإماراتي ولا خطط سفاح مصر. إذن زيارة من سفاح ليبيا إلى سفاح مصر فقط من أجل التزود ربما بالسلاح، تزود أيضا ربما بالمال أو تزود حتى بالدعم من خلال خبرة عبد الفتاح السيسي في المجازر والاعتداء والانتقام من شعبه.